بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الآيات التي صدرت بها سورة البقرة، والتي تتضمن أولا حديثا عن المؤمنين، وهي الفئة الأخرى من الفئة الأولى من الناس، ثم تتضمن حديثا عن الكافرين، ثم تضمنت حديثا عن الفئة الثالثة، وهي فئة المنافقين، التي هي في ظاهرها من الفريق الأول وفي باطنها من الفريق الثاني، أي من الكافرين. ولاحظنا كيف أن البيان الإلهي أطال في الحديث عن المنافقين وبيان صفاتهم، وضرب مثالين للمنافقين، وقد شرحنا تلك الآيات كلها قدر ما ألهمنا الله سبحانه وتعالى وفتح علينا به. الآن يتجه الخطاب إلى هذه الفئات كلها، إلى الناس جميعا بمن فيهم المؤمنون والكافرون والمنافقون. يتجه بعد أن قسم البيان الإلهي الناس إلى هذه الفئات، يخاطبهم جميعا بالكلام أو بالمبدأ أو الأوامر التي سنراها الآن. يقول الله سبحانه وتعالى لهم، للناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى آخر الآيات. إذن تعالوا نتأمل في هذا الخطاب الرباني الذي يتجه إلى هذه الفئات الثلاث التي افتتح البيان الإلهي سورة البقرة بها. يقول: يا أيها الناس. كما قلت لكم، الصحيح الذي ذهب إليه جمهور المفسرين أن كلمة يا أيها الناس خطاب للناس جميعا، وليس خطابا يعني لأهل مكة المشركين فقط، بل هو خطاب للمؤمنين والكافرين والمنافقين. نعم، يا أيها الناس. وكلمة يا في اللغة العربية تأتي لنداء البعيد، يعني إذا كان واحد بعيد عنك تريد أن تناديه تستعمل كلمة يا، أما إذا كان قريبا منك لا تستعمل كلمة يا. طيب، الباري سبحانه وتعالى يعني ليس بعيدا عن هؤلاء الذين يخاطبهم، ومع ذلك يقول يا أيها الناس. استعمال أداة البعيد وهي يا هنا للفت النظر إلى أن أكثر هؤلاء الناس معرضون عن هذا الذي سيخاطبهم به الله عز وجل. يعني أنت في كثير من الأحيان
تخاطب الإنسان القريب منك كما لو كان بعيدا. لماذا؟ لأنك تلفت نظره من خلال ما تخاطبه به إلى أهمية الموضوع الذي ستحدثه عنه، أو تلفت نظره إلى أنه غائب معرض عنك، فكأنه في حكم البعيد. ولذا يخاطبهم جميعا بأداة يا التي هي في أصلها للبعيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا، الأمر بالعبادة أيها الإخوة أمر بشيء جامع لأشتات الأوامر الإلهية، لأن كلمة اعبدوا ربكم تعني الأمر الآتي من الله للإنسان بأن يخضع كل الخضوع لسلطان الله، وبأن يذل كل الذل، ويتهيأ بكل معنى الكلمة للاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. إن فعلت أنت هذا فقد اصطبغت بمعنى العبادة والعبودية لله عز وجل. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اخضعوا لسلطانه فقط لا لسلطان غيره. كيف تخضعون لسلطانه؟ بأن تتهيأوا لتنفيذ أوامره أيا كانت، ولأن تتهيأوا للابتعاد عن نواهيه أيا كانت. الأوامر ستأتي والنواهي ستأتي، نعم. فهذا معنى قوله اعبدوا، ثم قال اعبدوا ربكم. طيب لما قال اعبدوا ربكم، المشركون من أهل مكة وغيرهم يعني الوثنيون يؤمنون بأن لهم أربابا كثيرة، هذه الأصنام أرباب لهم، هذه الأوثان التي زرعت حول الكعبة المشرفة إنهم يعبدونها بوصف كونها أربابا لهم. لكن البيان الإلهي ميز، ماذا قال؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ما الحاجة إلى قوله الذي خلقكم؟ لكي يبين أنه لا يتحدث عن الأرباب الزائفين، لا يتحدث عن الأرباب التقليديين، وإنما يتحدث عن الرب الحقيقي الواحد الذي يستأهل وصف الربوبية. لماذا؟ لأنه هو لا غيره الذي خلقهم وخلق الذين كانوا من قبلهم. فإذا بهذا القيد، نعم، ميز البيان الإلهي المراد بكلمة الرب، فخرجت الأرباب الأخرى المزيفة الباطلة التي كانت تعبد من دون الله. فكأن البيان الإلهي وهو يخاطب الناس جميعا بما فيهم المشركون يقول يا أيها الناس، يا ناس اعبدوا أي رب؟ اعبدوا الرب الذي خلقكم، لا تعبدوا ربا لا يملك لكم من الأمر شيئا، لا ينفعكم ولا يضركم، نعم، نهائيا، كما قال سيدنا إبراهيم لأبيه وقومه. طيب اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وخلق الذين أيضا من قبلكم، يعني خلق كل هذه السلالة. ما الخلق؟ الخلق هنا يأتي بمعنى الإبداع والاختراع من لا شيء، في جعل وفي خلق. ما الفرق بين الجعل والخلق؟ الخلق الحقيقي بالمعنى الحقيقي للمجازي بمعنى الإبداع والاختراع من لا شيء، فهذا معنى الخلق، وهذا هو المراد هنا. يعني كان الإنسان
لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا، ثم إن الله عز وجل خلقه وأوجده من العدم. حتى المادة التي أوجد الله الإنسان منها كانت معدومة، واضح كيف؟ فهذا هو المراد بالخلق. هل جاي كلمة الجعل؟ راح نلاقي إنها لها معنى ثاني. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طيب، هي لعل هذه الكلمة في اللغة العربية بمعنى الرجاء، نحن نستعملها فيما بيننا بمعنى الرجاء. نعم. تقول لصاحبك لعلك أن تعينني في الأمر الفلاني، لعلك أن تزورني، نعم، لعلك تواصلني، يعني عم تترجى. وتأتي للإشفاق أيضا، يعني الخوف من شيء ربما يقع، لكن لا الإشفاق ولا الرجاء يعني يجوزان في حق الله سبحانه وتعالى. يعني الباري عز وجل لا يرجو، نعم، لكن ها هنا إذن كيف نفسرها؟ يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا يجوز أن تفسر بمعنى الرجاء الحقيقي، واضح؟ بمعنى الرجاء الحقيقي. لكن في هذه الحالة الرجاء ليس من الله، وإنما الرجاء من الناس الذين يخاطبهم الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوه وأنتم ترجون، ترجون أن تكون عبادتكم له سببا لوقايتكم من عذاب الله عز وجل وناره غدا. نعم. إذن فكلمة لعل للرجاء، لكن لعل في محل الحال من من الناس. عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، على أن تكون حالتكم وأنتم تعبدون الله عز وجل حالة من يرجو ويأمل أن تكون عبادته لله عز وجل سببا للاتقاء، يعني لوقايته من النار. وفي احتمال آخر لكلمة لعل، لعل تأتي بمعنى تعليل، مو بس للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي أيضا للتعليل، يعني مثل لام العلة، مثل لكي مثلا. هلا الباري عز وجل يقول على لسان سحرة، على لسان قوم فرعون، يقول لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أي لعلنا مو للرجاء، لعل هنا لتعليل، يعني تعالوا نحضر هذه المباراة بين سيدنا موسى وبين السحرة لكي نتبع السحرة إن ظهر أن السحرة هم الغالبون. إذن لعل هنا بمعنى تعليل لكي. أيضا يجوز أن تكون لعل هنا من هذا القبيل، لم تعليل. عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لكي تتقوا بذلك من عذاب الله ومقته يوم القيامة. إذن فهمت هي؟ لعل إما أن تكون للرجاء، لكن رجاء من الإنسان لا من الله، أو تكون تعليل، ما في إشكال. طيب، لعلكم تتقون، تتقون هذه الكلمة مأخوذة من الوقاية، مادة وقى يقي، يعني وقاه حفظه أو حفظه من كذا. نعم. لعلكم تتقون يعني لعل عبادتكم لله سبحانه وتعالى تكون وقاية لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى ومقته
يوم القيامة. نعم، فكلمة الاتقاء حيثما وردت في القرآن اتقوا الله أو اتق الله، كان في الحديث ولا كان في القرآن، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله غدا وقاية، حاجز. ما الوقاية التي ينبغي أن تتخذها، نعم، حاجزا بينك وبين عذاب الله غدا؟ الالتزام أوامره والابتعاد عن نواهيه والاصطباغ بذل العبودية له، بحيث تقودك هذه العبودية إلى تنفيذ أوامره كلها والابتعاد عن نواهيه. فإن تغلبت نفسك الأمارة عليك فتسارع إلى التوبة والاستغفار، والباري سبحانه وتعالى يغفر. إذن هذا معنى لعلكم تتقون. عبدوا ربكم الذي، أي رب؟ قد يقول نحن عم نعبد ربنا، مو برب أرباب. قال لا، عبدوا ربكم الحقيقي الذي خلقكم والذين من قبلكم، وأنتم تتأملون وترجون أن تكون عبادتكم لله عندما تكون حقيقية سببا لوقايتكم من عذابه، أو لكي تكون عبادتكم لله عز وجل سببا لوقايتكم من عذابه. طيب، ثم الباري عز وجل لما قال هذا الكلام لفت نظرنا، بل نظر الناس جميعا، الكفار والمنافقين والمؤمنين، إلى النعم الوفيرة الكثيرة التي يكرمهم الله جميعا بها دون أي تفريق. يلفت البيان الإلهي نظرنا في الكلام التالي إلى أن هذا الإله الذي يدعوكم إلى عبادته من هو؟ هو هذا الذي يكرمكم جميعا، يكرم المؤمنين فيكم والكافرين والجاحدين والمنافقين والمستهترين والطغاة، يكرمهم جميعا بهذه النعم التي سيحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. نعم، والخطاب للناس كلهم عظيم. إذن لكان هذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها عليهم نعم وافدة إليهم جميعا. ما هي هذه النعم؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، إلى آخر الآيات. طيب، الذي جعل لكم الأرض، هنا ما قال الذي خلق، قال الذي جعل، هناك قال نعم عبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن كلمة خلقكم هناك تعني أبدعكم من لا شيء، هنا الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال جعل لأن البيان الإلهي يريد أن يوضح لنا الطريقة التي أوجد الله بها هذه الأرض. يعني الحديث ليس عن إيجاد الأرض، وإنما الحديث عن الوصف الذي تتصف به الأرض. خلقها من لا شيء، لكن بعد ما خلقها من لا شيء شو سوى فيها؟ جعلها فراشا، مهدها لنا، جعلها قرارا، هيئها لحياة الإنسان كما سنذكر. نعم، هذا يناسب كلمة جعل ولا يناسب كلمة خلق. طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الفراش معروف، الفراش والمهد، مرة يصف البيان الإلهي الأرض بمهاد، والمهاد الفراش الذي يتقلب فيه الطفل، يكون نعم هذا المهاد مهيئا للطفل، مستجمعا كل ما يحتاج إليه الطفل. ويصف البيان الإلهي الأرض أيضا بفراش، والفراش معروف أيضا مثل المهاد، لكنه أعم من أن يكون للطفل أو للكبير. وأيا كان الجامع بين الفراش والمهاد أنه يكون مهيئا لراحة الإنسان، مهيئا لظروفه المختلفة،
مهيئا لحاجاته. واضح كيف؟ الأرض هكذا؟ نعم الأرض هكذا. نحن الآن لا نتكلم عن الصفات الجزئية في الأرض، الأرض فيها تضاريس ما بتستطيع تنام عليها، الأرض فيها وهاد، الأرض فيها جبال، الأرض فيها براكين، لا، هو يتحدث عن الأرض بشكل كلي، بشكل كلي. الباري جعل لكم الأرض بشكل كلي مهاد، فراش أو مهاد. كيف؟ هذه الأرض متعها الله عز وجل بصفات الاستقرار، وكان ممكن أن لا تكون مستقرة، كان ممكن أن تكون الأرض دائما قلقة، ممكن، إيه نعم، لكن الله عز وجل متعها أو هيئ فيها أسباب الاستقرار بأن غرس فيها هذه الرواسي. الجبال، الجبال لها وظيفة، وكل جبل تراه عيناك في باطن الأرض له مثل ما تراه عيناك في ظاهره، مثل جذع الشجرة. نعم، ما وظيفتها؟ الباري أجاب قال أن تميد بكم. نعم، ألقى فيها الرواسي كي لا تميد الأرض بكم، كي تستقر، وهذه حقيقة علمية. طيب، الباري سبحانه وتعالى أورثها صفة الجذب، جذب الإنسان إليها بالقدر الذي يكون مناسبا لتقلباته وظروفه وحركاته ومعيشته. لا تكون صفة الجذب قوية جدا جدا بحيث تجعله يلتصق، ولا تكون بسيطة وقليلة بحيث أنه يقفز ويكون معرضا دائما للوقوع وما إلى ذلك. نعم، بل تكون صفة الجذب في الأرض للإنسان بالقدر الذي يحتاج إليه الإنسان. هل بين لنا الباري عز وجل هذا في القرآن؟ نعم، عندما قال ألم نجعل الأرض مهاء، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قلنا أظن في مناسبة مرت، الكفات والكفت بمعنى الجذب، بمعنى الجذب في اللغة العربية هكذا. ألم نجعل الأرض جاذبة لكم؟ بلى يا ربي. طيب الباري عم يتمنن علينا بهذا، يعني معناتها جذب رخي بالقدر الذي تحتاجون إليه لاستقراركم فوق هذه الأرض. بجزء واحد من المتقعرين المتنطعين يقول إيه بلى، هي معناتها جاذبة لكم، لما بنموت ندفن في داخل الأرض في باطن الأرض، يعني كناية عن القبور. فالباري رد على هذا الوهم، سؤال الأحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض جاذبة لكم عندما تكونون أحياء على ظهرها وعندما تكون تصبحون أمواتا في باطنها. نعم. طيب، أيضا من معاني كلمة الفراش أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض مهيئة للزراعة، مهيئة للاستنبات، لاستنبات كل ما يحتاج إليه الإنسان وكل ما تحتاج إليه الأنعام التي جعلها الله خدما للإنسان، أليس كذلك؟ أيضا من معاني قول الله عز وجل فراشا أنه سبحانه وتعالى جعل باطن الأرض ذخرا، نعم، لخيرات الإنسان وحاجات الإنسان، فظاهرها للاستنبات، نعم، ولعيون المياه الثرة هنا وهنا وهناك والتي تتحول إلى أنهار جارية، نعم، وباطنها عبارة عن خزائن لحاجات الإنسان، لأنواع من المعادن، لأنواع كثيرة من احتياجات الإنسان. كل ذلك من معاني قول الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا.
وهذا الذي يقوله لنا الله عز وجل يلفت نظرنا في آية أخرى أنه هالحالة هي مو طبيعية، وإنما هي بجعل الله عز وجل. إياكم أن تتصوروا ما يقوله الطبيعيون أنه الأرض هي طبيعتها هيك، سواء لاحظنا حاجة الإنسان أو لم نلاحظ، الأرض هكذا. لا، الباري يقول لا مو هيك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ليش أنتم مطمئنين أن الأرض اللي هلا عم تمشوفوها أرض مستقرة وقد جعلها مهادا لكم، وكل اللي بتكون موجود فيها ينابيع المياه موفورة والنباتات موفورة وما في باطنها من خيرات كل ذلك موفور؟ أنتم مطمئنين أن الباري ما بيقدر منه يجعل منه براكين تلتهب تحت أقدامكم؟ أنتم مطمئنين أنه هالأرض هي ما تتحول إلى زلازل دائما؟ أم أمنتم أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم أن يرسل من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ طيب، هي أول وصف للمنن التي يكرم الله عز وجل بها عباده. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء سقفا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نعم، هذا البناء الذي عبر عنه البيان الإلهي بآيات أخرى وفي مكان آخر بالسقف، هل من المحتم أن يبقى هكذا هذا الجرم، بل هذه الأجرام السماوية ثابتة في أماكنها؟ لا. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. فالباري سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه القبة التي تسمى السماء ثابتة يستظل بها الإنسان وهو يعيش فوق هذه الأرض. ولو شاء الله عز وجل لدمر الإنسان من خلال تقلبات الأرض والسماوات وما إلى ذلك. طيب، والسماء بناء. ثم قال وأنزل من السماء ماء. هلا هذيك ساعة السماء وهلا سماء، لما قال وجعل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، المعنى هنا كلمة السماء غير المعنى السماء الثاني. والسماء الأولى المراد بها القبة البعيدة التي تقف دونها النجوم والكواكب والمجرات، من ورائها هذا السماء الذي يتحدث عنه بيان الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، أما عندما يقول وأنزل من السماء ماء، فالمراد هنا بالسماء المعنى العام، كل ما أضاء علاك فأظلك فهو سماء. الغيوم سماء، وسقف الغرفة سماؤها. نعم، إذن في معنيين لكلمة السماء، المعنى العلمي البعيد حتى عن إدراك العلماء اليوم، وهو هذه القبة التي تحيط بالأرض والتي هي من وراء النجوم ومن وراء الشمس والقمر وما إلى ذلك. واضح كيف؟ المعنى الثاني لكلمة السماء المعنى العام، المعنى العام هو كل ما علاك فأظلك فهو السماء. لما قال وأنزل من السماء ماء، كلمة السماء ما المعنى المراد بها هنا؟ المعنى العام، لأن المطر ينزل من الغيوم. نعم، وهذا هو المراد بكلمة السماء. والباري عز وجل صرح في آيات أخرى بأن الأمطار تهمي من الغيوم سماها السحب. وأنزل من السماء ماء، وأي ماء؟ ماء صافي زلال عذب مهيأ للشرب، مهيأ للاستنبات، مهيأ لكل الاحتياجات الإنسانية، مهيأ لطهارة الإنسان من الأرجاس. نعم، والإنسان لا يتأمل في نعمة الماء العجيبة الغريبة جدا،
بل إن العلماء يقررون والعقل يقرر أن أثمن شيء في الكون إنما هو الماء، لكن الإنسان لا يشعر بأنه أثمن شيء في الكون هو الماء. لماذا؟ لوفرته، لأنه الإنسان بيحتاج أحوج ما يكون الإنسان في تقلباته ومعيشته إلى الماء، لذلك مفروض أن يكون الماء أرخص شيء ودائما يكون موجود. فاقتضى الأمر أنه دائما وين ما راح يلاقي أنهار، يلاقي عيون مياه، يلاقي المياه في الشتاء دائما تهمي. ما الذي أرخصها؟ كثرتها. ولو أنك لاحظت وغيبت عن ذهنك كثرة الماء لعلمت أن أغلى شيء، أغلى من الذهب وأغلى من الألماس وأغلى من الفضة وأغلى من أي الأطعمة، الماء. لأمور كثيرة يضيق الوقت عن بيانها. طيب، الباري عز وجل: وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به، بهذا الماء، من الثمرات رزقا لكم. فأخرج الباري عز وجل، الفاعل هو الله، أخرج به، يعني الباء هنا لبيان الواسطة، يعني بواسطة الماء من الثمرات رزقا لكم. عال لكان أصبح الباء الباري عز وجل بحسب الظاهر يحتاج إلى واسطة، يعني لولا الماء كان الباري يمكن والعياذ بالله، والعياذ بالله، ما بيستطيع مثلنا من نبات الأرض. لا، إياكم، هذا العبارة بتتكرر كثير في القرآن، وهيك معناها. من الذي جعل الماء وسيلة للاستنبات؟ الله، فهو خالق الوسيلة وهو خالق الغاية. لكن الباري عز وجل شاء أن يربط الوسيلة بالغاية لكي يرينا ظاهرة العلة الغائية في الكون، فنعلم أن هذا النظام لا بد أن يكون له منظم. واضح كيف؟ وإلا فالباري سبحانه وتعالى كان ولا يزال قادرا أن يجعل الأرض تخضر بالنباتات المختلفة وبكل ما يحتاج إليه الإنسان والأنعام بدون مياه، بدون مياه، وهذا يكون. كان الباري سبحانه وتعالى قادرا على أن يرويك بدون ماء وأن يشبعك بدون طعام، لكن الباري لحكمة ربط هذا بذاك، ربط الأمور بعضها ببعض لكي يظهر لنا نظام الذي أقام الله الكون عليه. ودائما النظام يدل على وجود منظم، دائما النظام يدل على وجود منظم. وأخرج لكم، وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أخرج به من الثمرات، جمع ثمرة، والحديث عن الثمار التي فجر الله عز وجل وجه الأرض بها حديث لا ينتهي. أنواع الثمار وتميزها من حيث الشكل ومن حيث الطعم ومن حيث الفائدة شيء يذهل له الإنسان. طيب، ولا أريد أن أطيل، الوقت يضيق عن ذلك، لكن الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو أن الله عز وجل، والخطاب قلت للناس جميعا، للمؤمنين والكافرين والمنافقين والكل، يمتن عليهم جميعا بهذه النعم، يعني أن هذه النعم ليست وقفا على المسلمين. الثمار التي يكرم الله عز وجل بها عباده ليست وقفا على المسلمين، الخيرات التي هي موجودة في باطن الأرض كلها ليست وقفا للمسلمين، مزايا الأرض التي تحدث عنها بيان الله ليست وقفا للمسلمين. نعم، كل النعم التي يكرم الله عز وجل بها عباده من الأطعمة، من الأشربة، من الألبسة، من كل ما يتعلق بما يحتاج إليه الإنسان لرغد عيشه ولأوليات حياته ليست وقفا على المسلمين،
وهذه سنة من سنن رب العالمين. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل في سورة أخرى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني يا بني آدم، يا ناس، تأملوا مائدة رب العالمين مبسوطة. الكافر بيكفر بالله عز وجل ويطغى ويبغي ويفعل ويفسد، ومع ذلك مائدة الله عز وجل أمامه ورغد عيشه مستمر. الباري عز وجل ما بيقطع عنه رفده أبدا أبدا بشكل من الأشكال نهائيا. كما يكرم عباده الصالحين يكرم هؤلاء الطغاة أيضا. ليس هنالك نعمة من نعم الله عز وجل في هذه الدنيا حجزها الله عز وجل عن أي من عباده، حتى الذين يحادون الله سبحانه وتعالى، وحتى الذين يبارزونه بالعداوة والعصيان وما إلى ذلك. فالباري سبحانه وتعالى يكرمهم ويعطيهم، نعم، لكن هذا متى؟ في دار الدنيا. هذه سنة رب العالمين. يوم القيامة عندئذ هنالك محكمة تعلن، نظام ذلك اليوم مستقل عن نظام هذه الدنيا التي نعيش فيها. نعم. طيب، إذا كان الأمر هكذا، الذي جعل الأرض فراشا واحد لا ثاني له هو الله، والذي جعل السماء بناء واحد لا ثاني له وهو الله، والذي ينزل من السماء يعني من السحب ماء فتتفجر الأرض نباتات شتى تعطينا ثمارا من ألوان وأنواع شتى، كل ذلك مصدره واحد وفاعله واحد هو الله. طيب يا بني آدم، لا تجعلوا لله أندادا إذن وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد جمع ند، من ند؟ يعني إله نظير له. يعني لا تختلقوا أربابا آخرين تعبدونهم من دون الله. ما في، هل هنالك إله من دون الله عز وجل يكرمكم بشيء من هذا؟ لا. إذن لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قد هنا البيان الإلهي يفترض أنه بعض اللي عم يسمعوا هالكلام يقولوا هذا كلام محمد من عنده عم يحكي، عم يختلق من عند منه هالكلام هذا. هنا يأتي بقى الباري عز وجل: إذا كان عندكم ريب أنه هذا كلامي، عم تتصوروا كلام محمد أو كلام، طيب تفضلوا، أنا بتحداكم إن كنتم تأتوا بمثل هذا الكلام. وهذا ما سنذكره إن شاء الله في درس قادم، ونحن لا نريد أن نطيل في هذه الدروس، والحمد لله رب العالمين. لكن قبل أن نختم درسنا بدعاء، هنالك أمور جزئية لكن ينبغي أن نلفت النظر إليها أيها الإخوة. الفقه الإسلامي ينبغي أن يكون رائدنا عندما نعبد الله. لا، برمضان كثير من الأمور التقليدية تسري وتنتشر، والناس يقلد بعضهم بعضا فيها دون أن يسأل الواحد نفسه أنه يترى، تعال أراجع كتابا من كتب الفقه، هل هذا العمل صحيح؟ من المتفق عليه في الصلاة أن الاعتدال الذي بين الركوع والسجود ركن قصير اسمه، والجلسة بين السجدتين ركن قصير. في الأصل ركن قصير، يعني ربي عز وجل علمنا أنه الصلاة بهذا الشكل، هل فاصل بين السجدتين قصير، وهل فاصل بين الركوع وبين الهوء إلى السجود كمان قصير. إذن لا يجوز لنا أن نحيل الركن القصير فنجعله ركنا طويلا، وإن فعلنا ذلك بطلت الصلاة عند كثير من الفقهاء. فأنا لما بعتدل في ورد بسيط، مثلا سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أهل السماوات والمجد. نعم، ما بتطلع 30 ثانية أقل وبتركع. في حالة استثنائية، القنوت في صلاة الصبح والقنوت في
في وتر، نعم عند الأحناف، هاي حالات استثنائية لا يقاس عليها. هنا في رمضان جرى الناس تقليد، يقلد بعضهم بعضا دون الرجوع إلى كتب الفقه. في عند الاعتدال صلاة التراويح أو الوتر، هل الإمام بقى بيرفع إيده وبيدعي وبينبسط بالدعاء وبيدعي وبيدعي خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة، لك يا عم ارجع لكتب الفقه، اتبع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبع من طاب لك أن تقلدهم. بدك تدعي السجود، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بالسجود ويطيل 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 ويطيل، ما في من، لأنه مو ركن قصير مثل ما بدك. فأنا ألفت نظركم وذكر أخوانكم، يعني مع الأسف بعض المشايخ بينسوا أحكام الشريعة، أو ما بعرف إذا كانوا مدارسين، وفي شباب كانوا قبل فترة كانوا تائهين ما صار لهم زمان، بيعرفوا أنه هذا الشيء غير جائز، بيستني واحد منهم طيب شو بدي ساوي، عم يطول ويطول يطول يطول، شو صارت صلاتي أنا؟ الإمام ما عم يعرف، والشاب اللي كان مبارح تائه وهلا الله سبحانه وتعالى هدا صار يعرف. هذا الدين لا يجوز لنا أن نمارسه عن طريق التقليد. شفت واحد والله بيوقف وبيدعي 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 وبيدعي، والله أنا تاني بدي أعمل مثل حكايته، بروح بحفظ الدعاء بكرر عليه بكرر عليه بكرر عليه، وبروح كمان أنا التاني بدعي، يعني أنه قلدته وصرنا ونقلد بعضنا البعض، والفقه وين بقي؟ ما حدا بقى. لا، خلينا نحن نرتبط بالفقه ونبتعد عن البدع. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك، اللهم فرقنا عليك، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا ذا الجلال والإكرام يا رب تجل علينا تجلي رحمة، تجل علينا بأوصافك الجمالية يا ذا الجلال والإكرام، بأوصاف اللطف، بأوصاف الكرم، بأوصاف الإحسان، بأوصاف المغفرة، بأوصاف الاستجابة يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا دائما دائما من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد أن أقمتنا في هذه الأرض المباركة التي أثنيت عليها في كتابك يا أرحم الراحمين، لك الحمد على ذلك. نسألك اللهم أن ترعى بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، نسألك اللهم أن تحرسها بحراستك وبغيرتك على دينك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تطهر بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو بدنياها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.